أخبار اليوم. وهي حفلة ملتقى الأديان، فلا يوجد المكان الأمثل والأنسب لهذه الحفلة. شكرا جميلا، شكرا لكم لهذه الحفل لهذا الحدث. شكرا. طاب محافظ، شكرا جزيلا. شكرا لكل واحد من فعل هذه الحفلة الجميلة، رسالة السلام لكل العالم، ورسالة السلام تخرج من قلوبنا. ونحن طبعا دائما مع مصر، نحن نتمنى أن علاقتنا يكون قوية وأقوى من مدى الزمن. وأيضا طبعا أنا فرحان أن أنا مع الفرقة الجورجية معكم، ونحتفل هذا اليوم. مبارك كان الحفلة جميلة في سان كاترين، نحن شاركنا هناك. وطبعا سيد انتصار، شكرا جزيلا عن هذا اليوم الجميل. شكرا.